بس انا سعوديه عشت في السعوديه نص حياتي، ومصريه عشت في مصر نص حياتي الاولاني. نصها مصري والنص الثاني سعودي، عاشت حياتها بين مصر والسعوديه، بتتكلم مصري لبلب، اما كلامها في السعودي زي ما الكتاب بيقول. بتعشق الفسيخ والرنجة، واللي بتعمله في فيديوهاتها هيفاجئك. من جمانة المصرية السعودية وازاي بتحب مصر والمصريين كده، ايه اللي بتقدمه فيديوهاتها على تيك توك وبيعجب الجمهور؟ تعالوا نعرف حكايتها ايه في الفيديو ده. جمانة دي بنت نصها مصري وعاشت نص عمرها في مصر والنص التاني سعودي. عاشت النص التاني في السعودية، لما بتتكلم مصري تحس إنها مصرية أباً عن جد، ولكن هي أمها اللي مصرية وأبوها سعودي. ومن جمالها كانت الناس بتحسبها سورية، لكن هي قالت إن عيونها مش ملونة وهي عدسات نظر. كمان البعض كان شايف إن طريقة كلامها غريبة، فهي ردت وقالت إن عندها مشكلة في بعض الحروف. جمانة مشهورة جداً على تيك توك وبيتابعها أكتر من 1,000,000 متابع، ورغم سنها الصغير اللي هو حوالي 22 سنة وإنها لسه في الجامعة، ولكن من زمان وهي مشهورة على السوشيال ميديا، وده بسبب اللي بتقدمه في فيديوهاتها من أيام ما كانت في المدرسة وبتشارك الجمهور تفاصيل يومها. جمانة زي بلوجرز وتيك توكرز كتير بتقدم محتوى أغلبه خاص بالبنات، يعني مهتمة بالبشرة، الشعر، الميك اب، دايما بتظهر وهي بتحط ميك اب قدام الجمهور وتقول لهم على نصايح مهمة تنفعهم في الميك اب، لدرجة إنها بترضي كل الأذواق وبتعمل دايما فيديوهات للفرق بين الميك اب المصري والسعودي، ده غير الإعلان عن منتجات جابت معاها نتيجة كويسة وقدرت إن من خلالها تعالج بشرتها وشعرها. جمانة كان وزنها 47 كيلو، طولها 163 سنتي، كانت بتعاني من نحفة جديدة، قررت تهتم بشكل جسمها وبدأت تاكل أكل صحي وتمارس الرياضة، وده لحد ما بقت بالشكل اللي كل الجمهور مبهور بيه دلوقتي. مش بس كده، عملت عملية تجميل في مناخيرها وما قالتش عنها حاجة إلا لما حد من المتابعات قال لها شكلك متغير، فقالت إنها عملت عملية في مناخيرها. حالتها كانت بتستدعي ده، فهي لحل أزمة في التنفس عندها أكتر من الشكل. أي تغيير بتعمله في شكلها حتى لو الجمهور ملاحظش، هي بتقول وتشارك الجمهور الخطوات اللي عملتها. هي في الرسم فنانة ومحترفة، بتتصور دايما وهي بترسم لوحات وتعلقها في أوضتها. جمانة عايشة في جدة ودايما بتستضيف صحابها في البيت، يسهروا مع بعض، تعمل فلوجات لتحضيرات السهرة، ولما بتنزل مصر في الأجازات بتكون مبسوطة جدا. صورت فيديو والدتها جايبه لها فسيخ ورنجة من مصر، وكانت فرحتها مش سايعاها علشان هي بتحب الأكلات المصرية دي والعدس كمان. جمانة واخدة خفة دم المصريين وده بيظهر جدا في فيديوهاتها، ولكن رغم فرشفشتها دي إلا إنها اختفت فجأة ولمدة كبيرة على التيك توك، وظهرت بعدها وهي بترد على حد بيسألها عن سبب اختفائها وهي منهارة وبتعيط في لقطات مختلفة، وقالت إنها ترجع وبقوة، لكن محدش يعرف اللي مرت بيه إيه ولا اللي حصل لها، وده لأنها بتشارك الجانب الحلو بس في حياتها. آخر فيديو نشرته جمانة كانت بتتكلم عن أصلها لنص مصري ونص سعودي، وشاركت المصريين بعض الكلمات المصرية اللي الجمهور المصريين بيقولولها إزاي والسعوديين بيقولها إزاي. الناس مستغربة من إنها سعودية ومش محجبة، وحتى لما بتلبس عباية مش بتكون محجبة برضو، لكن هي بترد على اللي بيقولها كده وبتقول حبيبي أنا مو محجبة، يعني حتى بالعباية فك شعري، تبغوا تنصحوني ادعولي بالهداية والحجاب مو لبس العباية من باب العادات والتقاليد. رأيكم إيه في اللي بتقدمه جمانة على التيك توك؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.